السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في احسن صحه واسعد حال. ده الواتس اب، وانا حاليا فاتح الواتس اب للاستشارات المجانيه. انت الاول بتتصل على الرقم العام بتاعي المنشور او اللي موجود عندك، بيرد عليك سكرتير وبيحولك بيديك الرقم الخاص بتاعي. ودي مختار لكم انا بعض السؤال، يمكن سؤال واحد هرد عليه لانه مهم وما خدش حقه كتير فيه قبل كده، لان مش كتير من الناس بتسأل عن هذا الموضوع. بقيت الاسئله بصراحه معظمها اللي انتوا شايفينها دي كلها، الارقام دي كلها معظمها اسئله بقى، يعني طريقه العدوى وانا عملت وانا سويت وعملت التحليل يوم كذا وكده يعني. لكن ده السؤال ده مهم ويستحق ان انا اعمل عليه فيديو خاص بيه. السؤال بقى بيقول ايه؟ دكتور هلال كذا كذا، اعاني من مشكلة القصف العكسي اللي هو القصف المرتجع، اللي هو القصف يعني هو حدد المشكلة على انها قصف عكسي، انه يجامع وما بيحصلش عنده، ما بيخرجش ماني. مرات تحدث نشوة بدون خروج ماني، مرات تحدث نشوة بدون اي ماني. والقصة بتاعته، كنت اعاني من تضخم في البروستاتا، كنت اعاني من تضخم البروستاتا، ولكن الحمد لله تم علاجها ولم استعمل ادوية كيماوية. فما هو العلاج او الدواء الطبي او وصفات من الطب البديل حسب كذا خبرتكم وما لذلك؟ الراجل ده عنده قصف عكسي، يعني بيجامع ويصل الى النشوة ولكن لا يخرج مني. فهو شخصه على انه قصف عكسي. القصف العكسي ممكن يكون قصف عكسي حقيقي، يعني في عنده مني، لكن المني بيقذف الى الخلف، بيروح على المثانة بدل ما يخرج الى الامام. وفي حالة تانية بيبقى اساسا ما فيش مني، يا اما ما فيش مني بيوصل الى منطقة القصف نتيجة يا اما انسداد في احد قنوات القصف، فالانسان يبقى عنده مني، الخصية بتنتج مني، ولكن في انسداد ما بيوصلش الى انه يخرج الى القضيب. او من الاساس ما يكونش عنده مني، الخصية ما بتعملش مني من الاساس، ما فيش انتاج حيوانات منوية. دي كده الثلاث حالات اللي ممكن نشوف فيها عدم خروج قصف. هم بقى تاني، يا اما يكون فعلا قصف عكسي في مني وبيرجع للوراء الى المثانة، او في مني بس في انسداد، او ما فيش مني من الاساس. فانا رديت عليه طبعا، قلت له القصف العكسي في حد ذاته مش مهم الا لما يكون واحد عايز الانجاب. اخونا ده كان عنده تضخم بروستاتا، بعض علاجات تضخم البروستاتا بتسبب الصمام بتاع المثانة، صمام المثانة اللي هو بيقفل اثناء القصف بيبقى مرتخي ضعيف، فبالتالي بيبقى مفتوح شوية، فالقصف ممكن يرجع كله او يرجع جزء منه الى المثانة. فالحالة ديت سهلة، لان مجرد ما توقف العلاج بتتحسن الحالة مباشرة. اخونا رد وقال لك ايه؟ اما قلت له ان القصف المرتجع ملوش اهميه طبيه الا لو عايز انجاب، قال لك انا عايز انجاب، وهو سبب في ضعف الانتصاب. طبعا دي معلومه غلط، لان القصف العكسي او عدم وجود مني ليس سبب في ضعف الانتصاب. ضعف الانتصاب اسباب اخرى ليس مرتبطه بمساله القصف العكسي، اللهم الا ضعف الانتصاب عنده، مشاكل البروستاتا، مشكلة البروستاتا بياخد لها علاج أدت إلى القصف العكسي، ونفس العلاج ده برضو بيسبب ضعف انتصاب، أو مشكلة البروستاتا نفسها بتسبب ضعف انتصاب أو سرعة قصف. اللي يحب يعرف أسباب بقى ضعف الانتصاب وكده يبقى يراجع الفيديوهات الخاصة بضعف الانتصاب. أخونا عشان اللي زي اخونا ده وعايز انجاب، يبقى قدامه بعض الخيارات. ايه هي؟ اول حاجة عشان يختار لازم يشوف السبب، هل هو قصف عكسي فعلا عنده ماني وبيرجع الى الخلف، ولا هو عنده ماني وفي انسداد في احدى القنوات القصف، ولا من الاساس مفيش انتاج حيوانات منوية، العلاج بيتوقف على هذه الاسباب. كل حاجة لها. هنفترض ان هو عنده قصف عكسي صحيح، يعني عنده مني ولكن المني بيرجع الى المثانة. هو يعرف ازاي؟ في تحليل سهل، بعد الجماع وبعد الوصول الى النشوة مباشرة تجمع عينة بول، بعد الجماع تجمع عينة بول وتوديها المختبر يفحصها لوجود الحيوانات المنوية. لو عندك قصف عكسي، المختبر في التقرير هيقولك البول ده مليان حيوانات منوية. كده يبقى انت عرفت ان عندك قصف عكسي، تعمل ايه؟ علاج ادوية
يعني نقدر نقول يعني مش موضوع سهل، مش ما فيش علاج كده سهل في المتناول ويحسن المشكلة. هي في بعض الأدوية، بس هذه الأدوية ليها أضرارها وممكن ما تكونش فعالة. طب الإنسان ده يعمل إيه؟ أخونا ده يعمل إيه؟ ما فيش غير التلقيح الاصطناعي، يروح لأخصائي في هذا المجال. هذا الأخصائي بيستخلص الحيوانات المنوية، بيستخلص الحيوانات المنوية من مصدرها، يا إما بيستخلصها من الخصية، يا إما بيستخلصها في طرق كثيرة لاستخلاص الحيوانات المنوية، ثم يستخدمها في عملية التلقيح الاصطناعي. دي تقريبا الطريقة الوحيدة لحل مشكلة الإنجاب. زي ما قلت، في أدوية مش مضمونة ومش مؤكد فعاليتها ولها أضرار، وفي علاجات جراحية برضو مش مسألة سهلة. يعني ده كان بخصوص القصف العكسي وأسبابه أو أنواع عدم خروج القصف. ونرجع لها بسرعة، نقول إن في حيوانات منوية بس بترجع للخلف، ده قصف عكسي. في حيوانات منوية بس ما بتوصلش نتيجة انسداد. ما فيش حيوانات منوية من الأساس تنتج في الخصية وبالتالي ما بيخرجش حيوان منوي. دوت نموذج للتواصل معايا عن طريق الواتس أب. وزي ما قلت في البداية، ما بتتصل، مش هو ده الرقم اللي انت بتتصل عليه مباشرة، بتتصل على الرقم المنشور العام، بيرد عليك سكرتير أو مساعد وبيديك الرقم الشخصي بتاعي. أرجو طبعا من اللي يتصل ده يراعي فروق التوقيت، لأن انتوا شايفين هنا أخونا إيه اتصل امتى، اتصل حوالي 10:43 دقيقة، يعني قرب 11 بالليل. طبعا بكون انا يمكن نايم بقالي ساعة، ولذلك هتلاقوا هو سائل يوم الاثنين بالليل، انا رادد عليه الصبح بعد ما الواحد صحي من النوم الساعة 8 الصبح. وبكده انا اكون خلصت الحلقة بتاعت النهاردة. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا، واتمنى انكم تكونوا عرفتوا طريقة جديدة للتواصل معايا، وهي عن طريق الواتساب. ولكن الأفضل دايما هو التواصل على الموقع، لأن سؤالك على الموقع بيتم الرد عليه، فأنت بتشوف الرد وغيرك بيشوف الرد، ومن هنا بتعم الفائدة. وشكرا جزيلا، وأتمنى لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.